أحلى مسا عليكم يا جماعة، تحياتي لكم وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في العالم. طبعا يا جماعة الكلبة دي، الكلبة دي، الكلبة دي، الكلبة دي مالها يا أبو عمو؟ حايدة الكلبة دي. النهاردة يا جماعة دي جاية عندنا تدريب، تمام، تاخد شراسة لأنها هادية جدا، تمام، فلسه بنطلعها من شويه من العنبر عشان طبعا انتوا عارفين الجو كان شتا وكنا موقفين شغل، لسه بنطلعها، بصيت لقيتها حايضه يعني لسه في بدايه الحيض. وريني كده بس، عيب انت بتهجصي، خدي وريني. طبعا هنا يا جماعه اهي لسه في بدايه الحيض، الدم واضح اهو، تمام اهي، تمام. طيب الكلبه دي بقى حاضت النهارده وفوجئنا ان هي حايضه، تمام. الكلبه دي من كفر الدوار بتاعي، تمام، من مركز كفر الدوار، صحابها جايبينها هنا عشان تاخد كورس حراسه، يعني تتدرب شراسه، تمام. طيب احنا لقينا كلب حاضر، هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل ايه في الحاله دي؟ المفروض واجبك انت كصاحب مزرعه او كمدرب، وتبلغه. ليه؟ احتراما للعميل بتاعك، تمام، وتقديرا ليه ان انت بتتصل بيه، يا فندم كلبتك حايضه. طيب كلب، لو انت ما اتصلتش بيه، ما انا ممكن نكبر دماغي وننفض عشان ناخد شغلي. ما هو المشكله بقى حاجه ان انا ممكن اتصل بيه دلوقتي يقول لي لا وقف بقى التدريب علشان ناخدها، تمام، علشان ايه؟ نجوزها. احنا مش عارف هو هيقول لي ايه، تمام، فانا لسه ما كلمتوش، وممكن يقول لي كمل التدريب. طب نفترض ان هو قال لي وقف التدريب، دي خساره ليا؟ لا مش خساره ليا، انا كده اشتريت الناس وقدرتهم، تمام، وكمان في نفس الوقت ان انا طبعا تابعت معاهم. وممكن الراجل يقول لي لا هنفوت لها الحيطه دي وندربها عادي، وممكن يقول لي انا هنوقفها. طب لما يقول لي انا هنوقفها يبقى هيحاسبني على الفتره اللي دخلت فيها الكلبه، تمام، كاقامه، تمام، لحد يوم استلامها، وكده يبقى انا لغيت التدريب. و جوز كلبتك يا عم وخلي كلبتك تولد، وبعد ما تولد يبقى نكمل تدريبنا عادي، مفيش مشكله. يعني لازم اهم شيء احترام العميل اللي ليه كلب عندك هنا وتقديره، لازم كل واحد يعرف كل حاجه عن كلبه، كلبه فيه ايه، مشكله ايه، حصل ايه، الكلام ده كله. احنا دلوقتي مجهزين رقمه، هنتصل بيه ونسمع مع بعض، مع بعض. هو البتاع ده مفيهوش ميكروفون اهو. ده ضيعنا، قلت لك ضيعنا. حبيب قلبي ازيك يا غالي، عامل ايه، اخبارك؟ الحمد لله كله تمام. معاك كابتن ابو نور. ابو نور حبيبي يا غالي، وحشني والله. والله انت اكتر، الحمد لله كله تمام. ابو نور خلي بالك، الله ينور على اللي انت عامله. والله حبيبي ربنا يبارك لك. مبسوط بالكلبه؟ كله تمام يا باشا، الله ينور حبيبي. طب مش شايف جديد؟ ما هو احنا لسه شغالين يا باشا، احنا لحقنا. طب انا معلم علاء، طب انا كنت طالب من حضرتك طلب كده. استنى قبل ما تطلب. ماشي. احنا بنصور حلقه وانت معانا، صوتك طالع في الحلقه. صوتي طالع في كنت عايز اجي استضافه مثلا لو كل مدى كده عشان تاخد الامر مني وكلام من ده. يا حبيب قلبي احنا مالناش دعوه بالكلام، احنا لما نخلص شراسه هنقول لك احنا خلصنا شراسه. اصل يا باشا انا برضه انا كنت قايل للجماعه في التليفون وانا بحجز ان انا مش جاهز حضرتك بالمبلغ دلوقتي، فايه احنا يعني انا خلصت فلوس الشراسه، ممكن اما اجي اخدها ما اخدهاش من المزرعه وادفع فلوس بتاعها كمان. يا حبيب يا حبيب قلبي ما تدخلنيش في توهانات عشان احنا بنصور حلقه، تمام؟ احنا بنتصل عليك، موضوع الحلقه بتاعنا ان احنا نقدر صاحب الكلب.
تمام؟ خلاص ماشي يا باشا. احنا بنتصل عليك دلوقتي، احنا بنتصل عليك دلوقتي، كلبتك النهارده لقيناها حايضه، هل نكمل معاك؟ تحية ليك يا باشا. حبيبي انا بنور. تحياتي من كل جمال ابو نور، كل حين بيحبوك خد بالك. ربنا يبارك لك، احلى تحية للغربية كلها. حبيبي ابو نور الله يبارك لك، بحيرة ورجالة البحيرة. حبيب قلبي يا باشا، حبيب قلبي، حبيب قلبي. انت منورنا واحلى تحية ليك. حبيبي ابو نور، سلام حبيب قلبي يا باشا. سلام. بس سلام. الراجل هيدخلني في مواضيع ويدخلني ويقول لي الكلبه دي جايه تتضرب راسه النهارده الظهر، داخل نطلع الكلبه من العنبر من البوكس بتاعها لقيت الكلبه حايضه، لقيت نقط دم في الارض، واجب عليا انا كصاحب مكان ان نتصل على صاحب الكلب نندم كلبتك حايضه، حضرتك هتاخدها ولا حضرتك تسيبها نكمله معاها شغل؟ عشان نكمله معاها شغل انا ما عنديش مشكله، تمام؟ هتقعد لها خمس ست ايام على نفس الموضوع لحد ما تنضف خالص، وهنعدي موضوع الجواز بتاعها، ماليش دعوه، ما يخصنيش انا. المهم عندي ان انا بعيدها عن الذكوره، يعني احنا عندنا كل كلب. ما نيجي بقى يوم ما الكلبه تنضف وتبقى جاهزه للتبويض، مش هينفع نحطها في وسط الذكوره ما تنساش فيها، لان ممكن يبقوا ساهيين، انا عايز تدريب شراسه. هي هتكون منضفه فيها، هنبعدها عن الكلاب، هنخليها في مكان تاني، تمام؟ بعد كده طبعا هتكون معزوله. طبعا بعد كده يا جماعه صاحبها هيجي ياخدها بعد ما تخلص تدريبات. حاضت قفلت، ما خصنيش اي شيء. فادي القصه اللي احنا بنتكلم عنها، هي القصه بتاعتنا ان احنا نحترم العميل اللي هو ليه عندنا كلب، لازم نبلغه اخبار كلبه ايه، لازم نبلغه اخبار حاجته ايه، وهو يرجع له الراي. يا رب تكونوا كده فهمتوني، وتحياتي ليكم وتحياتي لكل متابعينا، واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.